هذا وتضمن الاتفاق على الإعلان الدستوري ملحقا أكد أن أداء اليمين لمجلس السيادة في 19 من أغسطس يعقبه الإعلان عن رئيس مجلس الوزراء في 20 منه. وجاء ذلك في ملحق بالاتفاق الدستوري تحت عنوان مصفوفة إنفاذ الإجراءات الاتفاق، حيث حدد الملحق مواعيد تعيين وأداء القسم واجتماعات كل من مجلسي السيادة والوزراء. وأوضح الملحق أن تنظيم الحفل الرئيسي للتوقيع النهائي سيكون في 17 من أغسطس الجاري، ثم يعين مجلس السيادة ويحل المجلس العسكري الانتقالي في 18 الجاري، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم في 19 من أغسطس. وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له، حدد الملحق 20 من أغسطس الجاري موعدا لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميا، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 من أغسطس الجاري. وتعلن أيضا أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 من أغسطس الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس الوزراء في 30 من أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسمة في 31 من أغسطس، وتعقد أول اجتماع لها في 31 من أغسطس الجاري.